هذيك وعلى مود نطلع اللي بداخلنا. طبعا حاليا المتظاهرين الابطال كلهم شباب كلهم صغار بيهم الخير والبركه، هم حاليا طبعا طالعين ايش بيدنا صواريخ اسلحه قاذفات بس العلم وهالكمامه طالعين يطالب بحقه طالعين العلم العراقي يعني طالعين اخوان سلميه. ليش هالمسيل عندك الدموع؟ ليش هالشهداء عندك الراحد؟ بيد الاحزاب تونست